انا مش متاخر في اي حاجه يا عم ربيع. لو انتوا عايزيني اعقد القران الليله ادوني بس نص ساعه هرتب الموضوع واجيب 2 شهود ونخلص. واحد الله واحد الله مش كده. لا اله الا الله. هو انت يا اخويا عايز تدخل تشيل بطيخه وتخرج بيها ولا عايز تكتب كتابك على واحده معيوبه اهلها هيكفنوها باي كفن والسلام؟ لا انا مش قصدي. قول لنا على قصدك يا ابني. انا قصدي يا عم ربيع لو الشقه الجديده دي حازت القبول والرضا فانا بعون الله خلال اسبوع واحد هقدر اجهز الشقه بكامل مشتملاتها. اسبوع ده ايه؟ ده حتى الاسبوع كتير عليها. هي هتحتاج ايه يعني غير سرير ودولاب على كام كنبه على كام كرسي على بوتاجاز مسطح على كام حله كمتره يا جوافه ولا رخصت يا بالح؟ يا نوره دي شقه مؤقته يعني يا دوبك تسترنا كده سنه ولا سنه ونص بالكتير، وباذن الله الاحوال هتكون غير الاحوال وربنا يرزقنا بالشقه الاحسن والاوسع. ثم يعني هو العريس والعروسه في اول الجواز بيحتاجوا شقه كبيره ليه؟ يا ابني الايام بتجري والاتنين بيبقوا ثلاثة واربعة، العريس والعروسة بيبقوا عيلة قبل ما تعدي سنة على جوازهم، ومش معقول عيلة هتعيش مكتومة في قدرة فول مدمس. منورة اتولدت في وسع واتربت في وسع. يا ست أم عاطف أنا عارف أنا بقول إيه كويس، وأنا دايماً عند كلمتي. ما أنت قلت قبل كده وما نفذتش، بعدين الشقة اللي أنت بتقول عليها دي في أي منطقة؟ وأنت مش عايز تقول لنا ليه؟ ما هو يا أخت التغريدة أنا محدش سألني. وهي دي عايزة أسأل؟ عارفين إنها مش في مصر الجديدة ولا في الزمالك، فين بقى؟ البساتين. عند التراب ولا جوه منها؟ بقولك ايه ياما؟ بقولك ايه يابا؟ انا البيع الرخيصه دي مش عايزاها. يا بنتي مفيش حد باعك ولا حاجه. انت اللي قلتي انا موافقه. يا نوره الشقه دي مؤقته وانا مستعد اكتب على نفسي تعهد بكده. فرضنا انك معرفتش تنفذ التعهد اللي انت قلت عليه. هتعمل ايه؟ هتطلعها عشان ترتاح من زنها؟ ما هي اختي الكبيره وانا اضرب طبعها. يعني ما كلتش البسبوسه يا سي معتمد. يبقى ما فيش غير ان احنا نتجوز في شقه مفروشه لحد ما ربنا يرزقنا بالشقه المناسبه. لا يا ابني شقه مفروشه لا، ما حدش عارف مين كان ساكنها وجرى فيها ايه، وبعدين الجواز اتاجل شويه ما جراش حاجه. الله انت مسجل على الجواز ليه؟ يا ست ام عاطف الجواز ده عصمه، انا كده بعف نفسي يعني ازني 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 عم ربيع. تغريد اطلع بره. اللي هو انت بتتجوز علشان الحكايه دي وبس؟ احنا كفايه علينا لحد كده. يا عم ربيع انا مش قصدي ان انا اغلط، انا بس يعني بحمي نفسي من الشيطان ووسوسته. هو انا كده غلطت؟ من حيث الغلط مفيش غلط، بس برضه احنا كفايه علينا لحد كده. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كان المفروض يختشي وما يبقاش وشه مكشوف قوي كده. باين عليه مستعجل قوي. تعرفي يا بنتي يا تغريد أنا خفت منه قوي. أول ما صرخ وقال يعني يعنسني. بس أقول لك على حاجة. الجدع بتاعك ده شكله كده ما بيعرفش يناغش ولا يدلع ولا حتى يقول كلمة حلوة. زي ما يكون هجان. بنت يا تغريد انت يا بنت شعرفك بالمناقشه والملاطفه؟ ها ازاي؟ زيك يا حبه عيني اللي بنشوفه في التلفزيون، ده غير بقى الكلام اللي بسمعه من الستات بتوع الحاره بس لما يكون مزاجهم رايق. سيبك انت شكله كده هيسد. مش قوي كده يا هبله. يا بنت في رجاله اول ما تشوفيهم كده تقولي يا ما هنا يا ما هناك، وساعه الجد يطلعوا ريش على ما فيش. الرجاله دول يا بت عاملين زي البطيخ، ما تعرفيش اذا كان مسكر وحلو ولا قرع وماسخ الا اذا كسرتيه. ايوه طلعي يا اختي المستخبي طلعي. عرفتي منين بقى البطيخ المسكر من البطيخ الماسخ؟ انا وارد ضربوكي. زيك يا حبيبتي، بس انا ستات الحاره بتاخد راحتها معايا في الكلام. اكمني يعني مش عيله صغيره عندي 20 سنه. طب اقولك على حاجه يا نوره. أنا حسيت يعني إن الهبة اللي أنتي هبتيها فيه دي كانت كده وكده. أنتي فرحتي والله فرحتي وهو محموق كده وعمال يقول يعني أزني أزني حكي علي. بس لا يا بنت ما اسمهاش محموق. أم اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ قولي قولي. زي الطور يعني؟ خلاصي بقى هتفضحيني ولا إيه؟ واضح يا نوارة إن معلوماتك في الموضوع ده أكتر من معلوماتي بكتير.
بس عامة يعني ما هو أي طول بيبقى محتاج بقرة. آه منك يا عقربة خضرة أنتِ. طب إيه قولك بقى إن أنا كان عندي ليكي أخبار حلوة، بس بعد ما طلعتيني بقرة أبداً لا ممكن مفيش. بس عليكي أنا ورايا الأخبار الحلوة تستخبى برضو. هون عليكي. اسم الله عليه. اسم الله عليه مين؟ سأحمد كشاف النور. أعوذ بالله منك يا شيخة. هو أنا كنت لحقت أبص في وشه بس توريني صورة حتى ولو بهتانة؟ ولا هو كان لحق يبص في وشي؟ مش تعملي حكاية ورواية كده؟ أعوذ بالله. شوفي يا أختي البيت، بقول لك إيه؟ ما تعمليش عليا شويتين دول. تقدري تعرفيني هو ليه عمال يتودد لأبوكي قوي كده؟ فيها إيه يعني لما يساعد أبوكي ويزق مع العربية؟ والنبي، طب الكهرباء اللي كان عمال يسعى وراها علشان ينور العربية؟ نورة؟ نعم يا تغريد. أنا عارفة إن المسلسلات لحست دماغك. اللي في دماغك ده ما بيحصلش غير في حالتين، يا إما الأفلام الهندي يا المسلسلات العربي. هو في حد في الدنيا يلمح واحدة من بعيد لبعيد يروح يجري على بابا يقول له والنبي جوزني بنتك؟ يا بيت ما هي مش كل بصة. وعزة اللي أنا لو كنت كهربا زي اللي هو شغال فيها ما هيحصل معاه كده. الجدع ده يا طيب قوي، يا إما وقع على دماغه عداد نور ما كانش متركب كويس. وبعدين ده شكله تلميذ يا نوارة، هتلاقيه زي أخوك عاطف بيشتغل ويدرس في نفس الوقت. يوه وإيه يعني تلميذ؟ إيه المانع يعني؟ المانع إن في الزمن الأخبر اللي إحنا فيه جدع زي ده قدامه على الأقل 10-15 سنة على ما يكون نفسه. ركزي أنت في الفحل بتاعك. أما أنا بقى فالله أعلم بنصيبي. خلاص يا معتمد، مشكلتك اتحلت والحمد لله. احنا لقينا الشقة اللي لا العروسة ولا أهلها يقدر يقولوا عليها لا. بارك الله فيك يا سيدنا، بارك الله فيك. سيدنا حسب الأمر، قال ما يصحش حاجة تعطل جواز معتمد أو تعطل مشاريعه تجاه المستقبل. يلا اتكل انت على الله واعتمد عليه وخد العروسة وأهلها واتفرجوا على الشقة براحتكم. استأذن انا بقى عشان عندي درس، واخوك رشوان اهو اتكلم معاه وتعرف منه كل حاجه بالتفصيل. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في ظابط مباحث في الدرس. انت متاكد ان هو ظابط مباحث؟ انا عارفهم كويس. طيب كويس ان انت نبهتني، ان شاء الله هيسمع كل اللي يرضيه. أنا عايز أعرف بقى إيه اللي حصل بالظبط. كل اللي أعرفه إن الشيخ شفيع أول لما عارف إن شقة البساتين لم تحظى بأي قبول وإن الجوازة في طريقها للبوظان اتكلم مع الشيخ عبدالله النجراني. الشيخ عبدالله النجراني السعودية؟ أيوة.